ننتقل مع حضراتكم من موقع المصري اليوم إلى موقع اليوم السابع، نقرأ خبر بعنوان: التعليم ميزانياته صرف بدل المعلم تصل المديريات من المالية خلال أيام. كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كل مديرية تعليمية ستصلها الاعتمادات المالية المخصصة لصرف زيادة بدل المعلم من وزارة المالية، موضحة أن الفترة الماضية كانت هناك مراجعات تتم للاعتمادات، ومن المقرر أن تصل الميزانيات المخصصة المديريات خلال الأيام المقبلة. وأعلنت بعض الإدارات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الضوابط الخاصة بصرف الزيادات المقررة في بدل المعلم، حيث وجهت بضرورة التنبيه على مسؤولي الماليات بالمدارس بمختلف المراحل بتحرير بدل المعلم عن شهر يناير 2021 مع مرتبات شهر فبراير 2021 مع مراعاة الزيادة بنسبة 50%.